السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسعد لي مساكم في كل خير ويمن وبركة وطاعة ومغفرة من الله عز وجل. أنا الآن يا جماعة في بيت الصليب، عليه كلام مرة كبير مرة كبير. طبعا أخوي المغامر عايد عنده مغامرة، الآن قاعد يغامر حسابه على يمين الشاشة، وأنا رحت بيت الصليب لأن جدا الكلام عليه كبير. وأقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. حصنت نفسي بالحي القيوم. صارت واضحة. السلام عليكم. شكلي باخذه معي خلاص. باخذه معي. أعوذ بالله. أعطوني شوي وبرجع لهم. خلي بحصن نفسي شوي. الكشاف والله ولا شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. حصنت نفسي بالحي القيوم.